الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل بمقدار $2.84 ليصل إلى $76.44 للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار $2.84 أيضا ليصل إلى $79.39 للبرميل. وانخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والعقود الأمريكية ما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب. قال وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عماد العتيقي إن النتائج التي أفضت لها الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك وأوبك بلس في تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية كانون الأول عام 2025 كانت إيجابية. وأشار العتيقي إلى تعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقييم خطتهم المحدثة الخاصة بالتعويض عن الزيادة في الإنتاج عن المستوى المطلوب منذ شهر كانون الثاني عام 2024، وذلك قبل نهاية شهر أيار الجاري حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع 52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. قال خبراء اقتصاديون إن موازنة العراق للعام الحالي أقرت بعد اقتراب انقضاء النصف الأول من هذا العام، وهو ما يعني وجود صعوبة أمام مجالس المحافظات. وأوضح الخبراء أن الموازنة شكلت صعوبة على مستوى الوزارات من إقرار خطط مشاريع التنمية والتطوير على أساسها، ومن غير المتوقع أن تتمكن جميع الجهات الحكومية والتنفيذية من إنفاق كل مفردات الموازنة. وأضاف الخبراء أن الموازنة التشغيلية والمقصود بها مرتبات الموظفين تستهلك أكثر من 60% من الموازنة، ومقدما الحكومة مدينة للبنك المركزي من مرتبات الأشهر الخمسة التي انقضت. جاء العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين إلى تركيا في شهر نيسان عام 2024 بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة والسياحة التركية. وذكرت الوزارة أن عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال شهر نيسان بلغ 56,587 سائحا، منخفضا بنسبة 1.84% عن نفس الشهر من عام 2023 الذي بلغ 61,193 سائحا، فيما ارتفع بنسبة 2.13 عن عام 2022 الذي بلغ فيه عدد السياح العراقيين 54,927 سائحا. صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية البارسلان بيرقدار أن بلاده وأذربيجان اتفقتا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا والدول الأوروبية. وأوضح بيرقدار أنه بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاقتصاد الأذربيجانية الشهر الماضي قرر البلدان زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أقليم نخجوان ذاتي الحكم وإلى تركيا وأوروبا. وأكد أن المبادرات الاستراتيجية لم تقتصر على زيادة أمن الطاقة لتركيا وأوروبا فحسب، بل عززت أيضا العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية بين البلدين. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.